السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله أقول لكم إزاي نجيب ال500 جنيه الحكومة قايلاهم الأيام دي علشان الدنيا حالها واقف، إزاي نجيبهم عن طريق الإنترنت. أول حاجة هنكتب في جوجل القوة، معلش ما عنديش برنامج بيصور في الجهاز. تمام، نكتب في خانة البحث هنا في جوجل القوة، وزارة القوة العاملة، ماشي، ونعمل بحث وهنتلاقي هنا تسجيل بيانات العاملة الغير منتظمة، نضغط عليها، ماشي. وزارة القوة العاملة، نكتب في خانة البحث وزارة القوة العاملة، وبعدين نختار تسجيل البيانات عن طريق وزارة القوة العاملة. تمام، بس مش عندي انترنت بطيء شوية، فلما هيخلص بحث هجيبها لكم. هيجي لنا الصفحة دي، بس هي عشان النت عندي بطيء فمش ظاهرة. دي هننزل تحت ويقول لك برجاء اتباع هذه الخطوات. تمام، هنتلاقي خط ساخن، لو احنا عايزين نتصل نتصل بالرقم اللي ظاهر 19 468، وبعدين نتلاقي وزارة التضامن الاجتماعي. تمام، نضغط عليه، شايفين؟ لما هيحمل هوريها لك.